مزرعة الفيروز السمكية الحقيقة مشروع عملاق، يعني صوره مبهرة، ويعني الكشف عنه النهاردة كان فعلا خبر سعيد جدا بالنسبة لكل المصريين. معي على الهاتف الدكتور سيد القصير وزير الزراعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني النهارده اولا يعني الحمد لله على السلامه، انا شايفاكم من اول يوم واقفين وبتعملوا طبعا والله عرض. انت حضرتك بتكلميني دلوقتي، احنا رجعنا من المشروع على الوزاره، احنا في الوزاره حاليا كمان. يعني دوبك لسه راجعين، وبكره اعتقد حضرتك رايح البيان في مجلس البرلمان النواب. ايضا. الله يكون في العون، متابعه هو. الله يكون في العون يا دكتور. بس ربنا الحقيقه يكرمك انه ربنا. مشروع مبهر جدا، ويعني طبعا كلمني عن مشروع الفيروز، حجم الاستثمار، اخذ وقت قد ايه علشان يكون، والطاقه السمكيه قد ايه منه؟ هو طبعا هذا المشروع اللي بينفذه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، لكن اسمحي لي ان انا ادي لك فكره عن هذا المشروع. المشروع ده لما السيد الرئيس بدا التوجيه فيه، لك ان تتخيلي الاراضي في هذا المكان كانت ارض هشه، يعني ما ينفعش فيها مشروعات، وارض ملوحه وارض لا تصلح للزراعه. فشيء طبيعي ان عمليه احلال للتربه واللي يخليها تربه قادره انها تتحمل مثل هذا المشروع خد وقت وقت، لكن سياده الرئيس ما عندوش الوقت، مهم جدا يعني بيسابق الزمن. فهذا المشروع عباره عن مشروع مقام على 26,000 فدان، مشروع للاستزراع السمكي بتقنيات جديدة، أعتقد يعتبر من أكبر المشروعات يمكن في الشرق الأوسط. مشروع عبارة عن حوالي 16,000 فدان أحواض سمكية، حوالي 6,000 طن، بيستهدف إنتاج 13,000 طن. طبعا المرحلة الأولى عشان الافتتاح كان حوالي 1,000 حوض يعني. كمان هذا المشروع من الميزة فيه إن بيضم بحيرتين، يعني بحيرتين على 10,000 فدان. البحيرتين دول يعني ايه؟ للصيد الحر بالمراكب. وبالتالي بقى هذا المشروع بعباره عن مشروع استزراع سمك في احواض، وعندنا بحيرتين. هذا المشروع بيتميز بقى ان مشروع متكامل، يعني في مصنع للتعبئه وتصنيع الاسماك، في مصنع اعلاف، في محطه تحليه ميه، في مصنع ثلج، في كل احتياجات الثروه السمكيه والتعبئه والتخبيب. فده مشروع متكامل، عندما يكتمل بطاقته الكاملة هتبقى إضافة كبيرة لإنتاجنا من الثروة السمكية. حد يقول طبعا يعني ممكن أي حد بيتفرج علينا يا فندم يقول لك طب وليه تعملوا أحواض ومزارع سمكية؟ ما تنزلوا بقى تزودوا الأسطول وتكبروا الأسطول وبتاع الصيد، وعندنا البحر المتوسط والبحر الأحمر وبحيرة المنزلة وغيره. سيادتك دائما الثروة السمكية لها محاور متعددة زي الزراعة كده. ما هو كل نشاط له محاور متعددة، لأن فيه لابد أن يتكامل الاستزراع السمكي، سواء من الاستزراع السمكي، سواء من المصايد الطبيعيه، سواء من تنميه البحيرات، سواء من الصيد في المياه الاقليميه. سياده الرئيس من هذا المشروع برضه بناء يعني اسطول صيد من 100 مركب لاول مره. المرحله الاولى النهارده اطلقها 34 مركب عشان يصطادوا في المياه الاقليميه. ما انت عشان تعظمي حصه مصر من الثروه السمكيه، ومن الثروه السمكيه اللي فيها مواصفات الصحة السمكية ومتفقة مع جودة وأمان وفيها سلامة الغذاء، لابد ان احنا نتنوع في المصايد. مصايد من ده، احنا كمان هنضيف كمان المصايد من خلال الأقفاص البحرية. بنضيف كمان، مجلس الوزراء وافق من حوالي اسبوعين في الجلستين ان احنا بنتيح 9 مناطق للاستزراع السمكي بالأقفاص البحرية، 9 في البحر الأحمر و12 على البحر المتوسط. دي كلها بتؤدي الى ان احنا عايزين نرفع حصه مصر من الثروه السمكيه. وبرضه لسيادتك برضه لازم تاخديه ان كل يعني نوع من انواع المصايد له نوعيات متميزه من السمك بتاعه، فما هوش نوع واحد. طيب مش يعني طبيعي، لازم ننوع المصايد. يعني من الاخبار اللي عندنا في تعظيمكم للثروه السمكيه وللاصول ايضا، مشروع مريوط سياده الوزير، يعني مشروع بحيره ميروت ومريوط، كان مجلس الوزراء وافق. هو مش بحيره مريوط، هو بحيره مريوط دي ضمن المشروعات اللي بتتم فيها تنميه البحيرات وفقا لتوجيهات سياده الرئيس، زي بحيره المنزله وبحيره البرولوس
بحيره مريوط، لكن اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو من احد الاصول التابعه لوزاره الزراعه وهيئه الثروه السمكيه هو مشروع مريوط. ايه هو مشروع مريوط؟ انا هشرح لحضرتك. يعني احنا طبعا اول ما استلمنا يعني شرفنا بهذا المنصب كان في توجيه من سياده الرئيس ان احنا لابد ان احنا نعظم الاصول ونرفع من كفائتها، وده يعني محور هام من محاور تعظيم ايرادات الدوله واصول الدوله. فاحنا بدانا حصر كل الاصول اللي موجوده في وزاره الزراعه، عندنا مزارع انتاج حيواني، عندنا مزارع سمكيه، عندنا مفرخات، عندنا مشروعات زي مشروع مريوط، كل الحاجات دي بدانا ان احنا نعظم اصولها بالمشاركه مع القطاع الخاص، لان احنا ممكن ما نقدرش نشغلها بالكفاءه المطلوبه. احنا على مستوى الانتاج الحيواني يعني شاركنا قطاع خاص، مؤسسات مجتمع بدني، مستثمرين كبار بيتعاملوا حاليا مع وزاره الزراعه في بعض المزارع الانتاج الحيواني ورفعوا كفائتها واشتغلت وادت الى اضافه انتاج ملموس في مجال الانتاج الحيواني. هذا المشروع اللي سيادتك بتتكلمي عنه اللي هو حوالي 4861 الف فدان مشروع للاستزراع السمكي، ده كان معطل من فتره ما اشتغلش وكان بيحقق خسائر، لكن برضه في اطار توجيهات سياده الرئيس بتعظيم كفاءه الاصول احنا الحمد لله تمكنا من التواصل مع مجموعه من المستثمرين ان هيبداوا يضخوا فيه مبالغ يعملوا مشروع برضه استزراع سمكي متكامل، برضه احواض استزراع سمكي تكاملي، تكنولوجيا حديثه، مصنع اعلاف، محطه كهرباء، محطه معالجه ميه، مصنع ثلج، منصات لتعبئه وتصدير السمك وخلافه، كل ده مقابل حق انتفاع يعني كويس، والوزاره هتتابع هذا الامر وتتابع الانفاق على المشروع. حق انتفاع مدته قد ايه سياده الوزير؟ هو مدته حوالي 20 سنه. ليه بقى؟ لان مثل هذا المشروع محتاج انفاق وسيادتك الاقتصاديه في الحاجات دي لابد ان انت تدي فتره تمكن طبعًا المستثمر من استرداد القيمه والتكاليف الاستثماريه. وحق انتفاع حجمه يعني قيمته قد ايه يا فندم؟ مش مهم الرقم على الملأ، لكن رقم كويس يعني ما اكيد هتعلنوا في مجلس النواب يا سياده الوزير. احنا ان شاء الله مقدرين عشان برضه نوع من انواع برضه السريه في بعض الناس وكده، لكن هو رقم كويس صدقيني اعلى منه. عايز اقول لحضرتك حاجه، اتعرض في المزاد مرتين وما تدخلش، لكن الحمد لله تمكنا من التواصل مع هؤلاء المجموعه من المستثمرين الجادين اللي نامل ان شاء الله ان هذا المشروع يخرج للنور ويبقى برضه اضافه للثروه السمكيه باذن الله. وانا عارفه كمان عرضتوا النهارده الثروه الحيوانيه والمحاجر، يعني اهم ما عرضتوه النهارده. احنا عرضنا النهارده كمان مشروع القوم البتيلو، ده برضه مشروع ارجو تسلطوا عليه الضوء شويه، لان ده برضه رفع لنا معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 52% ل 57%. احنا خلال السنه الاخيره ضخ اموال في هذا المشروع 3.6 مليار جنيه لمشروع القوم البيتيلو. احنا في خلال سنه الثلاث سنين اللي فاتوا دول احنا وصل عدد المستفيدين من هذا المشروع 19000 مستفيد ب 220000 راس. عندنا كمان المشروع اللي برضه يستوجب، ويمكن سيادتك شفت الصوره، مراكز تجميع الالبان محتاجه تطوير ومحتاجه دعم، وسياده الرئيس لما شاف الصور وصور مراكز تجميع الالبان لازم نتكاتف كلنا عشان نقدم لبن صحي وامن ونخلق فرص عمل ونعمل تنميه يعني للثروه الحيوانيه ونخلق فرص عمل في الريف ونرفع من مستواهم. هذا المشروع من المشروعات الكبيره اللي سياده الرئيس بيتمناها، واحنا الحمد لله تمكنا من ادخالها ضمن مبادره البنك المركزي المصري بتمويل التطوير ب 5%، وكمان احنا وزاره الزراعه بنشرف عليها وبنقدم التصميمات كلها مجانا. وسياده الرئيس كمان مثل هذه المشروعات عشان يدعمها بتحتاج شهاده الاعتماد الدولي، شهاده الاعتماد الدولي دي على اساس بتساعد في فتح افاق للتصدير، بتتكلف الشهاده حوالي 50000 للمركز، سياده الرئيس قال ان الدوله تتحمل تكلفه هذه الشهاده. نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا المجهود دكتور السيد القصير وزير الزراعة، سيلقي بيانا في مجلس النواب غدا، وأطلعنا على هذه المشروعات المهمة فيروز والثروة الحيوانية، مشروعات الثروة الحيوانية.